الحكامة الجيدة وتوفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية التي طالما كرسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة دستور 2011. وفاؤنا لجلالة الملك وللمملكة المغربية وفاء لا رجعة فيه، وفي إطار الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي نادى بها الدستور، فإننا اليوم نوجه خطابنا إلى البرلمان الذي يعتبر سلطة تشريعية للبلاد ووزارة العدل في شخص ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف وهبي، حيث يحز في النفس وقوفنا اليوم كمحتجين عوض كناجحين بسبب الإقصاء الطبقي الاجتماعي الذي مورث في حقنا كمحامون الغد، حيث لا يجوز التمييز بين مختلف طبقات المجتمع الذي تجمعه الوحدة المغربية، حب الله وحب الوطن وحب الملك، وأن الإقصاء الذي مورس في حقنا هو إقصاء مبني على مجموعة من الاختلالات، أهمها وأولها الإقصاء الذي مورس في حقنا هو إقصاء اجتماعي مادي مرهون على قرارات فردية وتابع لجهات معينة دون استحقاق أو معيار عادل وديمقراطي. منذ اعتلاء السيد الوزير هذا المنصب وهو يتلاعب في إعلان عن هذا الامتحان، في الإعلان عن هذا الامتحان، هل هو امتحان أم هل هو مباراة؟ وقد استهدف بالخصوص شريحة الإجازة وأيضا أخاف سلك الماستر وأيضا أقصى سلك الدكتوراه بسبب عامل السن وبسبب العجز المادي، وهم يشكلون شريحة واسعة. قرارات الوزير بين الامتحان تارة وبين المباراة تارة، وتناقضات في أقواله من حيث الشكل ومن حيث الموضوع هي تسقط ببطلان تام، لأن من تناقضت أقواله كما نقول نحن رجال ونساء القانون، من تناقضت أقواله سقطت دعواه. إضافة إلى التناقضات التي شملت تصريحاته، ما علينا إلا القول كما قلنا من قبل، من تناقضت أقواله سقطت دعواه، وإن طالت هذه التجاوزات سيسقط من منصبه. لماذا؟ لأن الوزير يمثل جميع طبقات المجتمع وليس طبقة معينة. أنا وزيرة، إذن سأهتم وسأستمع وسأصغي لجميع طبقات المجتمع وألبي مطالبهم، هذا دور الوزير، وليس القمع والردع واستعمال مصطلحات لا تليق بالشعب المغربي العريق الذي له وزن كبير دوليا. أما فيما يتعلق بالمقولة الشهيرة، ولدي عنده باه لاباس عليه يخلص عليه، نحن لنا أب عظيم هو جلالة الملك نصره الله، واللي عنده سيدو ما يخصو خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.